السلام عليكم. اليوم حضرت غلاس عائلي كنقدموه للضيوف ديالنا وفي المناسبات وكنفرحوا به حتى الاطفال ديالنا. هذا الغلاس هذا حجم عائلي وتكلفه رخيصه، كلها تقريبا كاينه في المنزل. هانتوما تشوفوا القوام ديالو كتيجي وكيطيح علينا اقتصادي بزاف. هاد الكلاص هانتوما تشوفو رائع رائع ولذيذ واقتصادي. هكا كنتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها وتشاركوها مع العائلة والأصدقاء. ولا عجبكم المحتوى القناة خليو ليا جيم وشكرا. ولا بغيتو الأنواع ديال الكلاص راه عندي على القناه على عده طرق. هنا كنقطعوا هذا الاطار هذا ديال الكيكه، هذا القالب هذا، وكنقطعوا هذا الاطار الوسطاني ديالو وكنديروا قدو واحد هكا طرف ديال الكرتون. اولا هادو راه هما كيتباعوا، غادي نغلف غير هذا، غادي نغلفه. هنا وكنسدوا هذا الاطار هكا مزيان، يعني هو تبتنا. الان ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. عندي 500 مليلتر ديال الحليب يكون هكا متلج، يعني راه داير الحبيبات، يعني بقياس الكاس العنبه عندنا 3 الكيسان. ضروري ما الحليب ديالنا يكون هكا يعني بدا كيتلج. هنا عندي 130 غرام نتاع كريمه الشونتي. كريمه الشونتي كنصحكم تشريوها بالعبار، غير فاش تشريوها بالعبار فاش تقلبوها هكا ما يكونوش فيها الحبيبات ديال السكر، يعني تكون رطبه. هنا فاش كنشريو الكريمات الشونتي بالعبار كطيح علينا رخص من ديك اللي كنشريوها في الشاصيات، غير هي تكون في جوده عاليه، ضروري حتى هي ما تكون عندنا في المجمد. هنا غادي نطربوا الخليط ديالنا. هنا انتم تشوفوا راه كنطربوها تقريبا ما بين 3-4 ديال الدقائق، شويه بدات كتختار لنا. وضروري باش تنجح معاكم الوصفه ضروري الحليب يكون متلج، كريمه الشونتي تكون حتى هي من الفريكو جابدينها عاد باش نديروها. هنا عندي فلو كراميل. هاد الفلو كراميل راني كنحضرو في المنزل ان شاء الله، غادي نشاركو معاكم. واللي ما عندوش هاد كريم كراميل يمكن له يدير جوج حكيكات من ديك الحكيك من ديك الحكيكات تاع كريم كراميل. انا راني عارفه القياس نتاع شحال كيكون في الحكيك، تقريبا نديرو واحد 200 غرام، لان تقريبا كتكون 100 غرام في الحكيك. هنا غادي نديرو الاول، وهنا لصوبنا الكريم كراميل ديالنا فلو كراميل في المنزل راه كيطيح علينا رخيص بزاف على اللي كنشريوه. هانتوما تشوفوا هذا دير الطول الثلاجة، ندير واحد شويه من هاد لاصوص هاد الكراميل هذا. ان شاء الله دابا نشاركو معكم في القناه. هنا عندنا جوج اكياس من هذا الفلو كراميل، غادي نديرو جوج كياس، هادو فيهم 4 غرام. ضروري البلاصه اللي نخدمو فيها لاكلاص ديالنا ما تكونش سخونه، من الاحسن يكون المكان بارد، ما تكونش يعني واحد الحراره وحنا كنخدموا لاكلاص ديالنا، لا من الاحسن نخدموه بالليل. دائما لاكلاص نفضلوا نخدموه بالليل باش كيبات لنا في المجمد، في الصباح كيصبح واجد. حتى الفلو ديالنا من الاحسن يكون كنديروه في المجمد واحد 3 ولا 4 دقائق او حتى 5 دقائق ماشي مشكل. هنا بالنسبه للفلو ديالنا راه بلا سكر، المجمد راه ما كاملاش 4 ديال الدقائق. هانتوما تشوفوا الخليط كيفاش رجع،
ما خصناش نطربوه حتى يولي يعني مفرتت يولي محبب، لا خصنا نخليوه هكا. فاش حبسنا من التراب راه حنا كيبقاو هادو اختياريين، ولكن كيعطيو واحد كيعطيو المنظر وكيعطيو حتى اللذه. هاد لي سيجار هادو راه كيتباعو باكيه فيها ثلاثه القطيبات كيتباع بدرهم، يعني كيطيحو رخاصين علينا. هنا كنقردوهم هكا كيعطيو المنظر وكيعطيو حتى المذاق. هنا فاش نديروهم راه حنا غادي نحبسو من التراب، ما غادي نعاودوش نطربو. هنا درت ثلاثه ديال الباكيات، كل باكيه فيها ثلاثه القطيبات. هنا غير نخلط هكا، هانتوما كتشوفوا ترقاو من لي كلاص ديالنا. هنا دابا كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم ديروهم هكا مجموع، يمكن لكم ديروهم فرديين. هنا غادي نكب في الاطار ديالي. هنا لي كلاص ديالنا ضروري ما نديرو له باش مايبقاوش ديك الفراغات. هنا كنجيبو بلاستيك الغذائي كيلم اليمونتي وكنديرو له هكا. انا لي كلاص ديالي ديما كنصوبو بالليل وكنبيتو في المجمد، من الاحسن تصوبو لي كلاص بالليل. هنا لا كلاص ديالنا راه ليله كامله هو بايت في الثلاجه، راه حنا تاكدنا منه بينجمد، يعني كنبركو هكا راه كله قاصح. هنا هانتوما تشوفوا حتى ديك الثلج اللي قلت لكم راه عندنا ما كيتربناش. فاش كنديرو كنلمسو هذا البلاستيك الغذائي مع الوجه ديال لاكلاص. هنا كنحلو القالب ديالنا، هنا الاناء الذي نديرو فيه لاكلاص ديالنا من الاحسن ندخلوه للمجمد. هانتوما تشوفوا الطريقه اللي درت نتاع ديك الصحن اللي تحت لاكلاص، راه كيحيد لنا من هاد اللاطا بواحد السهوله. هنا بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار، انا غادي نزينو بالشهديه، يعني كتزينو بالفواكه الموسميه. بالنسبه للتزيين كما قلت لكم تزينو كما بغيتو والفواكه اللي كانت عندكم. هنا عندي واحد هذا واحد لاكلاص حضرتو بالفرومبواز، ضروري هاد الاله ديال الايس كريم تاع لاكلاص. فاش كنبغيو نهزو بها لاكلاص كنديرو هكا واحد الكاس كيكون فيه الماء سخون، كنديروها فيه وكنجبدوها كنمسحوها كنشفوها مزيان ونهزو به بها الايس كريم ديالنا. هذا كيبقى اختياري لكم الاختيار. يعني كل ما درنا لهاش هذا الماء سخون ما كانش غادي تنزل معنا بهاد السهوله. هذا الصوص كراميل اللي راه سبق لي وحضرته معكم، اذا بغيتو تشوفوه راه عندي على القناه. كنزينوه برقائق اللوز، اللوز ايفيلي. الا بغيتو طريقه تحضير اللوز ايفيلي، اللوز باطوني، كاوكاو كونكاسي، المقادير وطريقه تحضير راه عندي على القناه. هذا كيبقى اختياري ولكن كيعطي واحد اللمسه زوينه، واللوز المذاق ديالو كيكون زوين.